في هذا الفيديو يا شباب راح نتكلم عن أمر جديد ألا وهو أمر برنتس، أيضا ضمن تبويب ملف. هذا أمر برنتس من الأوامر المهمة، فيما لو أنا كنت رايد أطبع المستند على ورق فأحتاج أنه أستخدم هذا الأمر، وحتى أستخدم هذا الأمر لازم أتعرف على الواجهات مالته والأوامر المهمة اللي لازم أشتغل عليها حتى أطبع المستند مالتي. فلو تلاحظون هنا من خلال نقر على الأمر برنت اللي أمامكم هذا، تغيرت الشاشة أمامي والنافذة اللي ظهرت باسم برنت. ولو تلاحظون هنا في كل أمر لو أضغط انفو طلع لي انفو، نيو طلع لي هنا نيو، أوبن أيضا أوبن، سيف أز أيضا سيف أز، وبرنت كذلك برنت تغيرت. زين، فتلاحظون انه هاي النافذة هي برنت. خلينا نجي نتعرف على الأجزاء. طبعا هذا الجزء اللي هو جزء العرض اللي يظهر لي الورقة مالتي اللي أمامكم، وده يقول لي المستند مالتك هي كلها عبارة عن ورقة واحدة. لو كان هنا أكثر من ورقة راح يقول لي ورقة واحدة من مثلا خمس أوراق فرضا، لو كان المستند هو عبارة عن خمس أوراق. زين، الجزء هذا مثل ما تعلمنا هو جزء العرض، يعرض لي المستند هنا قد يعرض ليها بنسبة 37%، أقدر مباشرة أنقر عليه وأقول له أعطيني مثلا 75% عرض ليها. شوف عرض ليها بهاي الطريقة اللي هي نسبة 75%، وأقدر لها منها مباشرة أزوده أنا بإيدي، أزوده أو أصغر العرض مالت، أو من خلال الزائد والناقص أيضا نقدر نزيد ونخفض بالعرض مالت، أو هنا نقول له الفت اللي هو الحجم القياسي اللي دي ينطيه دائما بكل العروض. تمام، ننتقل إلى الجزء المهم الآخر اللي يحتوي على الأوامر اللي تفيدني في عملية الطباعة. أول أمر اللي هو برنت، واللي هو من خلال لو أضغط عليه مباشرة راح يطبع ويرسل هذا المستند إلى الطابعة. هذا الأمر ينفذ الطباعة ويرسل المستند إلى الطباعة. بعد الأمر الآخر هذا copies، copies معناها النسخ، بيقول لي من هذا المستند كم نسخة تريد، نسخة واحدة أم نسختين أم ثلاثة أم عشرة أم ألف، هاي أنتوا تحددوا. ففرضا أنا رايد من هذه المستند خمس نسخ، أقدر أزود أكتب خمس نسخ، أو مباشرة هنا مثلا أغير أقول أريد ثمان نسخ، أريد ثمان نسخ، أكتب مباشرة للكيبورد ثمانية وأنطي طباعة، لا ضير في ذلك. تمام؟ زين، الأمر الآخر اللي هو برينتر واللي تعني الطابعات. فلو كان عندي أكثر من نوع للطابعات، مثلا طابعة أسود وأبيض، طابعة ملون، طابعة يعني عدة ألوان وعدة أشكال من الطابعات، وأنا أريد أختار طابعة معينة، أحدد طابعة معينة. مرة بالسؤال أقول لكم استخدموا الطابعة الملونة، فأنتوا لازم تقولون نجي من مكان أو جزء أو خانة الطابعة وننقر على السهم، تظهر لنا ننقر على الخانة راح تظهر لنا قائمة منسدلة، نختار الطابعة. ولا تلاحظون هنا أنا عندي أكثر من طابعة، أنا عندي هاي الطابعة الأولى، هاي الطابعة الثانية، هاي الطابعة الثالثة. تمام، فنقدر نختار أكثر من طابعة باستخداماتنا حسب الحاجة إلها. ولو تلاحظون هنا مكتوبة أوفلاين، معناها هاي الطابعة غير متصلة حاليا في جهاز الكمبيوتر. لو كانت متصلة لكان الأمر هنا موجود المعلومة أونلاين. تمام؟ زين، ننتقل إلى أمر آخر ألا وهو settings. هذا settings هذا مهم، settings ليش؟ لأنه مرة أنا عندي مستند بورقة واحدة مثل هذا، تمام، وهذا ما بي مشكله، لكن لو كان عندي اكثر من ورقه، فرضا هذا الامر مثلا بفد عده اوراق، اريد اسوي مثلا فد كم ورقه، تمام، هذا صار بي اكثر من ورقه، نجي ننطي طباعه برنت، نجي هنا طبعا صار عندي اربع اوراق، تمام، اربعه من اربعه، اربع اوراق. وطبعا من هنا اقدر اني اغير بالاوراق، اذا تلاحظون من هنا اغير بالاوراق، وهذا او من هذا الشريط هم براحتي.
زين. فلو فرضا هنا اجينا للسيتنجز او الاعدادات او الخصائص وانقر عليها، الامر اللي موجود اللي هو اوريدي اختاره باي ديفولت اللي دائما راح القاه مباشره امامي يقول لي برنت اول بيجز، يعني اطبع لي كافه الاوراق. فاني عاده من اجي انطي امر برنت راح القى باي ديفولت يعني مباشرة ألقى أمامي نسخة واحدة فقط، هنا دائما ألقى نسخة واحدة ما ألقى خمسة أو عشرة، لا نسخة واحدة، وألقى نوع من أنواع الطابعة اللي أنا محددة على أنه هي الطابعة الرئيسية، وراح ألقى الأمر print all pages اللي هو طباعة كامل المستند. تمام، هذني إعدادات ثابت. يبقى أنا أجي أغير مثلا، أغير عدد النسخ، أغير الطابعة، أغير الرينج أو العدد او الاوراق اللي اريد اطبعها. تمام، ايضا من خلال السيتنجز. هسه تقولوا لي شلون؟ مثلا عندي هذا المستند اريد اطبع الان، انا وين؟ انا على الورقه الثانيه، اريد اطبع فرضا الورقه الثانيه فقط. هنا الامر شو يقول؟ اطبع لي كل الاوراق يعني من الواحد للاربعه، انا اريد فقط الورقه رقم 2. فمن السيتنجز انقر على هذا الامر، راح تظهر لي القائمة المنسدلة. ايش اختار؟ اختار print current page او بالعربي الصفحة الحالية، اطبع لي الصفحة الحالية. يقصد بالصفحة الحالية الصفحة اللي انا عارضها الان، الصفحة الحالية. وهنا نجوا شو يقول؟ just this page يعني فقط هذه الصفحة. فلو انقر عليها، لو انقر عليها زين، فراح يطبع لي فقط هذا البيج. تمام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا مرة من المرات أريد شي يسوي، أريد يطبع لي مثلا هذا فقط، هذا الجزء فقط أريد يطبع لي. فأنا حددته وأجي أقول له اطبع لي من تبويب فايل أمر طباعة، وأقول له هنا الأمر من سيتنجز تغير لي وتسوي لي print selection. يعني شنو print selection؟ يعني اطبع لي فقط الأشياء اللي أنا حددتها. ولو أنقر عليه راح يطبع لي فقط الأشياء اللي تم تحديدها. زين، الأمر الآخر اللي هو طباعة مخصصة. يعني شنو طباعة مخصصة؟ يعني أقول له اطبع لي من فلان ورقة إلى فلان ورقة، فرضا من ورقة واحد إلى ورقة ثلاثة، أو من ورقة 2 إلى ورقة 3، أو من ورقة 2 إلى ورقة 4. تمام؟ أنطي هذا الأمر، راح شي يقول لي هنا؟ راح يقول لي حدد البيج أو حدد الأوراق اللي تريد تطبعها. فرضا أقول له اطبع لي 1 فارزة، طبعا هنا نحول إنجليزي، 1 فارزة 3. راح يطبع لي شنو؟ الورقة 1 والورقة 3. لكن لو سويت 1 شخط 3 راح يطبع لي الأوراق 1 و2 و3. فقد أنه يجيكم بالسؤال يقولكم شنو الفرق بأمر الطباعة 1 شخط، هذا الشخط العرضي 3، أو 1 مثلا 3، 1 فارزة 3. زين، لو كان هذا من 5 أوراق الملف، وجيت قلت لكم شنو معنات هذا الأمر 1 شخط 3 وبعدين فارزة 5، شنو المنتجات مال هذا الأمر؟ لازم شو تقول لي؟ تقول لي راح يطبع الورقة 1 و2 و3 و5. تمام، صار واضح شباب؟ طبعا أكو بعد إعدادات أخرى كثيرة تلاحظون ما راح نأخذها، اللي هي تخص أمور كثيرة، هاي اللي يحب يطلع عليهن خلي يتعلمهن هو بنفسه من خلال النت أو من خلال استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بكم. لهنا أنا شرحت كل ما مطلوب من هذه الواجهة ومن هذا الأمر.